Hello my friends, how are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم رح نبلش حلقتنا ونتذكر my nature. Nature إلنا نحنا يعني الطبيعة. مين بحب الطبيعة؟ أنا بحب أقعد بالطبيعة، بحب أتفرج على الأشجار، شوف العصافير. رح نقراها مع بعض، وإذا بتقدروا تقروها معي قروها معي. رح نبلش my nature. I love nature. يعني أنا بحب طبيعة. And all its hills. شو يعني hill؟ طلعوا بإيدي. رح فرجيكم بإيدي. Hill. Hill. تلي. يعني تلي. And all its hills. I enjoy drawing its mountains. بحب أرسم الجبال تبعها. And I love the daffodils. يعني نرجس. أنا بحب النرجس. It makes the air I breathe so clean. بتخلي الهواء كتير نظيف. أنتوا بتعرفوا إنه الأشجار هن يلي بينقوا الهواء وبيعطونا هواء نظيف بحاجة إله نحن لأجسامنا. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water. وبتعطينا مي from its streams. شو يعني stream؟ جدول المياه، محل ما بيجوا المياه، مثل الأنهار، مثل النهر. streams هو الجمع، جداول المياه. from its streams، وبتعطينا مي من streams. I wake up early. أخذنا قبل early، باكراً، شو الضوء تبعها؟ late، very good. I wake up early، بستيقظ أنا باكراً، to watch the sunrise، حتى أشوف لما تشرق الشمس. وضد sunset، مغيب الشمس. And I go back home early، وبرجع بكير على البيت، before the beautiful sunset، قبل مغيب الشمس. في بعض الكلمات جديدة، مثل hills، تلال، عنا daffodils، نرجس، عندي streams، جداول المياه، sunrise، لما تشرق الشمس، sunset، مغيب الشمس. بتحبوا نرجع نسمعها مع بعض؟ جاهزين؟ Are you ready? Open your ears well. Open your eyes well. أنا برجع لكم من بعد my nature. Nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains, and I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean, and it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise, and I go back home early before the beautiful sunset. هلا أصدقائي بدنا نكمل النص مع بعض. صرنا ببارت 2. كنا عم نقرأ عن بات أند سام رايحين لعند مين؟ جاك أند جيل their cousins. ولبسوا تياب سميكة لأنه بدهم يلعبوا بالتلج. شو لبسوا؟ تعالوا نكمل النص ونرجع نتذكر كل الأشياء اللي لبسوها لحتى تدفيهم بالشتي. Pat and Sam got ready. Ready. هون الـ E والـ A لفظتهم مثل الـ A. Egg. R. Ready. They got ready يعني حضروا حالهم. They both both put on. شو يعني put on؟ أخذناها قبل. put on يلبس. يلبسوا. they both put on sweater. ما لفظت ال A؟ لفظت ال E بالأول ولفظت short sound. A. Sweaters. Sweaters. أخذنا نحن sweater يعني كنزة. فإذن they both put on sweaters. لبسوا الكنزات تبعهم. And pants.
pants. يعني لبسوا sweaters and pants that would. Would هون ما التقوا التقوا would 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 that would keep keep them warm warm. أخذنا نحنا warm كمان مرة الماضي إنه الـ A فيها تنلفظ O warm that would keep them warm. They didn't forget forget their thick socks socks and winter boots. فإذن شو عملوا؟ Pat and Sam got ready. حضروا حالهم. They both put on sweaters. شو لبسوا؟ الكنزات تبعهم. And pants. Pants that would keep them warm. بتدفيهم. لبسوهم. لبسوا كنزات وبنطلين بدفوهم. They didn't forget their thick socks. ولبسوا جوارب. بس مش جوارب خفيفة. كانت سميكة حتى تدفيهم. Thick. Thick socks and winter boots. And winter boots. والبوتس بإجريهم. Before, هي silent E. They left the house. أو. Before they left the house, they both put on their winter coats. هون عندي two vowels ورا بعض. شو بعمل؟ الفاول يلي بتجي بالأول وبتسبق يلي بتسبق بالأول شو بعمل؟ بقريها. التاني ما بقريها. بقرا الـ O لأنه هي سبقت coats. فإذا before they left the house قبل ما يفلوا من المنزل شو عملوا؟ اثنيناتهم لبسوا المعاطف تبعهم. They each كمان هون two vowels لفظنا الـ E. Each also في بعد L A لفظت O also had a scarf scarf mittens mittens ear muffs a ma muffs ear muffs and a pair air of galoshes. تذكروا هون ال SH بلفظة ش. ما عندي أنا CH. لو في CH كنت بلفظة ش. galoshes. أنا لفظتها galoshes. SH galoshes. فإذا قولوا لي أصدقائي شو أخذوا معهم وشو لبسوا؟ قبل ما يفلوا من البيت they both put on their winter coats. تنيناتهم لبسوا معطفهم الشتوية. They each also had a scarf. شو كان معهم؟ scarf وشاح. mittens mittens لأيديهم. earmuffs لدينيهم. and a pair of galoshes لأجريهم لحتى ما يفوت المي. The ride هون letter E silent والفاول يلي قبلها لفظتها باسمها I. letter I لفظتها I. The ride up to the mountains was nice. I nice but long. الرحلة تبعهم إلى الجبل شو كانت؟ كانت لطيفة حلوة بس طويلة long. When هون الـ H ما بلفظها. When they arrived 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 they spent and spent the whole silent E بلفظ الـ O باسمها O whole day outside. شو ضد outside؟ inside. فإذن when they arrived لما وصلوا they spent the whole day outside مضوا كل الوقت برا. They made silent E A made a snowman snowman أصنطة اسمين
snowman شو عملوا؟ رجل الثلج and enjoyed their day together ومضوا وقتهم مع بعض enjoyed their day together ومضوا وقتهم مع بعض. فإذا هلا أنا إجا دوري رح أقرأ النص كله وأنتوا عيدوا من وراي على صوت عالي. Pat and Sam got ready. جهزوا حالهم. They both put on sweaters and pants. Sweaters and pants that would keep them warm. They didn't forget their thick socks and winter boots. Before they left the house, they both put on their winter coats. They each also had a scarf, mittens, earmuffs, and a pair of galoshes. The ride up to the mountains was nice but long. When they arrived, they spent the whole day outside. They made a snowman and enjoyed their day together. شو رأيكم هلا أصدقائي نروح مع بعض ونرجع نحضر النص نحضر الفيديو من أول وجديد؟ وانتو عم تحضروا شوفوا الكلمات اللي عم تقطع بأسفل الشاشة وانتو صرتوا أبطال وفيكن تقرون قرون معي على صوت عالي. أنا برجع لكم بآخر فقرة. I put the scarf around my neck. I put the earmuffs on my ears. وهلا أصدقائي في عندي بعض الأسئلة عن النص يلي عم نعمل له مراجعة. تعالوا نشوف الأسئلة على البورد. أول سؤال: When did Pat and Sam wake up to get ready for a weekend in the mountains? شو الوقت امتين وعيوا بات اند سام استيقظوا وبلشوا يحضروا حالهم ليطلعوا ويمضوا نهاية الأسبوع بالجبل؟ إذا بتتذكروا النص بيقول last Saturday. بجاوب بقول they woke up last Saturday. فإذا استيقظوا السبت الماضي. تاني سؤال: Who invited them to their mountain house? مين يلي دعاهم لحتى يطلعوا على بيتهم في الجبل؟ Their cousins Jack and Jill. Very good. بحط أنا their cousins Jack and Jill invited them to their mountain house. نكمل. Who was excited? مين كان excited, Sam أو خيو؟ شو بيقول الناس؟
سام؟ مين اللي ما كان يحب يلبس thick clothes؟ مش سام، سام هو اللي كان متحمس وخيه ما كان بده يلبس thick clothes ولا كان بيحب فصل الشتاء. فإذا هو was excited سام. سام was very excited. كان كتير متحمس. آخر سؤال. What did Pat and Sam wear? شو لبسوا Pat and Sam؟ نحن قلنا قبل إنه لبسوا thick clothes. لبسوا تياب سميكة تدفيهم. شو هني هودي تياب؟ تعالوا نتذكروا مع بعض. لحد they wore. أول شيء pants. لبسوا sweaters. كنزات. شو حطوا بإيديهم؟ mittens. وشو حطوا على دينايون؟ ear muffs. شو كمان؟ pants, sweaters, ear muffs, mittens. وبقشون شو لبسوا؟ socks and winter boots. ولبسوا boots بإجريون تا يتدفوا. فإذن أصدقائي قولوا معي، منبلش pants, sweaters, ear muffs, mittens. في كمان scarf فينا نحطه. scarf وشاح. شو كمان؟ socks and winter boots. وهلأ من بعد ما خلصنا الأسئلة بدي ألعب أنا وياكم بازل. طلعوا على البورد، عندي هون بازل بدنا نعبيها، في كلمات ناقصة بدنا نحطها لحتى تزبط البازل. ومحطوط عندي فوق كل رقم شو هو؟ نحن رح نقرأ الجملة وبدنا نحذر شو هي الكلمة المناسبة. أول شيء عندي You put them on your feet before wearing your shoes. نلبسهم بإجرينا قبل ما نلبس الشوز تبعنا. شو هني؟ socks. very good. خلينا نشوف إذا رح تزبط. socks. yes. number two. they keep your hands warm. يخلوا إيدينا دافين. هلا قلنا شو بنربص بإيدينا؟ mittens. خلينا نجربها. mittens زبطت. number three. in winter they replace your shoes. بالشتاء بنلبسهم محل شوز تبعنا. winter boots. boots ب double o t s تزبط. فإذا boots. number four. it covers your arms and upper body. تجي منلبسها نحنا وبتغطي جسمنا من فوق وإيدينا. sweat. كنزة. sweater. yes. بحط sweater. 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 number five. it keeps your throat and neck warm. بتخلي زلعيمنا and our neck ورقبتنا warm دافية. شو هي أو شو هو اللي بحطه أنا حول رقبتي؟ الوشاح. scarf. خليني أشوف إذا بتزبط. scarf. scarf. yes. number six. you put it on your clothes. بتحطه على تيابك. المعطف. شو بحط؟ coat. coat.
كوت فيو A. بس لأنه الأو سبقتها مثل ما تهجينا بقلب النص نلفظ الأول vowel الأو. Number 7, they can be black or green and they are yummy. بحطهم بستخدمهم كمان بعمل منهم عينين لسنومان. شو هن؟ أو olives. Yes. Olives. Olives. Number 8, it is a raindrop's friend, but it's white. قطرة المطر يلي بتنزل من السماء هي صديقتها بس هي لونها أبيض. شو بقول لها؟ Snow? Snowflake. Yes. تعالوا نتذكر كيف بنكتبها. أول شي بكتب snow flake. Snowflake. فإذا socks, mittens, boots, sweater, scarf, coat, olives, snowflake. هودي كلمات جديدة كلنا تعلمناهن مع بعض. وهلا أصدقائي بدي أكتب كلمة وحدة أنا وياكم مثل هيديك المرة على البورد على الجيم يلي أنا بستخدمها. بدنا نكتب snow. Snow. تعالوا نجرب مع بعض. بدي أنا بالأول S, the letter S. عندي إياها هون. هلأ بدي the letter N. فتش عليا. عندي هون W. عندي letter O. شو بعد ناقص؟ The letter N. وهيدي لقيتها the letter N. فإذن أصدقائي كيف لفظت أنا؟ snow يعني الثلج. وهيدي كلمة جديدة تعلمنا كيف نكتبها. ما تنسوا كل شيء عم نعمله مراجعة. عم نعمل مراجعة تتذكروا منيح وما تنسون أبدا. وأنا هلأ إجا الوقت لودعكم. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. Nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains. And I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise. I go back home early before the beauty.